تماشيا مع المقاربة الجديدة التي حملت في شقها الاقتصادي تنويع مقاومة الاقتصاد الوطني من خلال تطوير صناعة المنجمية وبعد استثمارات ضخمة يتقدمها مشروع استغلال عملاق الحديد والصلب بغار جبيلات الذي يتوفر على احتياطات هامة من المواد الأولية. مشروع ترافقه السلطات العمومية في الجزائر ببنية تحتية عصرية للسكة الحديدية ممثلة في توسيع وعصرنة الخط المنجمي الغربي للسكة الحديدية والذي سيشكل حلقة الربط الرئيسية في سلسلة إنتاج الحديد والصلب في الجنوب الغربي للبلاد. خط السكة الحديدية الجديد بشار تندوف غار جبيلات أو ما يعرف بالخط المنجمي الغربي مشروع استراتيجي ضخم وبنية تحتية ضرورية. تم تقسيم هذا الخط على عدة مقاطع ليسمح عند تجسيده بنقل أكثر من 140 ألف طن يوميا بمعدل 8 قطارات في كل اتجاه. فبعد إطلاق مقطعه الأول الرابط بين بشار وحدود الولاية مع ابن عباس مسافة 200 كيلومتر جاء الدور على مقطعه الثالث والذي يربط مدينة تندوف ببلدية أم العسل على مسافة 175 كيلومتر. أشغال الإنجاز أوكلت مهامها إلى تجمع شركات عمومية تقودها المؤسسة الوطنية SNTP كرئيس لشركات الإنجاز، ترافقها شركات JCB صغار سابتا أنفخراي أنفخافير. يراقبها ويتابعها تجمع مكاتب الدراسات العمومية سيتي غاي سايتي ستيتيف الانشتي والسيدام. أشغال كبرى أسفرت عنها الدراسات التمهيدية لهذا المقطع، أشغال تسطيح من حفر وردم تقارب 9 ملايين متر مكعب من الأطربة، بينما تتطلب المنصة السفلية وضع قرابة 1 مليون متر مكعب من الطبقات المختلفة ومليون متر مكعب آخر من طبقتي حجر الرص. على مستوى هذا المقطع سيتم تشييد 12 جسرا للسكة الحديدية يصل طول أحدها إلى أكثر من كيلومترين ووحدتين من جسور الطرق تفاديا لتقاطعها مع مسار السكة الحديدية. بالإضافة إلى ذلك سيتم بناء أكثر من 200 وحدة من المنشآت الهيدروليكية. على طول هذا المقطع سيتم بناء محطة لنقل المسافرين والبضائع بأم العسل، كما ستتجهز مدينة تندوف بمحطة لنقل المسافرين وأخرى لشحن البضائع، بالإضافة إلى 5 محطات لتقاطع القطارات. مقطع هام من مشروع الخط المنجمي الغربي للسكة الحديدية يعلن عزم السلطات العمومية على مواصلة تعزيز استثماراتها المنجمية بالبنية التحتية الضرورية التي ستفتح على المنطقة آفاقا تنموية واعدة وتوفر مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة لساكنتها أثناء وبعد تجسيده، كما يتيح للمؤسسات العمومية إبراز مؤهلاتها وخبرتها في تجسيد المشاريع الاستراتيجية للدولة. وتواصل معها الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية بتفويض من الوزارة الوصية تعزيز دورها الريادي في البناء والتشييد من أجل غد أفضل.